خطوات تقدم طلاب الثانوية العامة المصرية إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد خلال مراحل التنسيق المختلفة. مرحلة تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني. المرحلة الأولى: يبدأ تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الأول بعد تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى وتحديد عدد أيام تسجيل رغباتهم. خطوات تسجيل الرغبات: الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني tanseeq.egypt.gov.eg، إدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي، الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك، وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل يتم الاتصال فورا برقم 19468. تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة. قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب التي تتمثل فيه: يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات أو الجامعات. يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي. تنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته. يجب على الطالب اختيار كل الكليات في النطاق الجغرافي إذا كان يرغب في ذات التخصص. بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات، يظهر للطالب قائمة الرغبات والمسجل بها رقم الإيصال، ويمكنه حفظها أو طباعتها. بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى، يمكن للطالب التعرف على الكلية والمعهد الذي تم ترشيحه له من خلال الموقع الإلكتروني. المرحلة الثانية: يتم الإعلان عن الحد الأدنى موضحا بداية المرحلة وعدد أيام التسجيل والحد الأدنى للمرحلة. مرحلة تقليل الاغتراب تبدأ بعد إعلان نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية، حيث يسمح للطالب بالتحويل إلى منطقته الجغرافية ألف، وتنقسم إلى نوعين: التحويل إلى كلية غير مناظرة بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى للكلية المطلوب التحويل لها، مثلا من هندسة أسيوط إلى علوم المنصورة. التحويل إلى كلية مناظرة بغض النظر عن الحد الأدنى للكلية المطلوب التحويل إليها في حدود النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات 10% ولمرة واحدة فقط، مثلا من هندسة أسيوط إلى هندسة المنصورة. في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة، يسمح للطالب بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية ألف في حالة الكليات التي تقبل نظامي الانتظام أو الانتساب الموجه، يكون التحويل لأي منهما طبقا لمجموع الدرجات. إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويل وفقا لنظام الانتظام. إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويل وفقا لنظام الانتساب الموجه. وفي حالة ما إذا كان الطالب قد رشح لإحدى الكليات بنظام الانتساب الموجه خارج منطقته الجغرافية ألف ويرغب في تقليل الاغتراب المناظر، في هذه الحالة يتم تحويله وفقا لنظام الانتساب الموجه فقط وليس الانتظام حال الموافقة على تحويله. المرحلة الثالثة تشمل جميع الطلاب الذين لم يتقدموا من الدور الأول بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني. وبعد إعلان النتيجة تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب. مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة: بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة، يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام هؤلاء الطلاب لتقليل الاغتراب بنفس الشروط والقواعد التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى والثانية. نصائح يجب اتباعها لتجنب الوقوع في الأخطاء الشائعة: الحفاظ على الرقم السري الخاص بالطالب وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها. ترتيب الرغبات وفقا لأولويات الطالب شاملة جميع الكليات المتاحة في القطاع بالجامعات الحكومية وتفادي العشوائية في التسجيل.
الالتزام بالمواعيد التي يعلن عنها لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة.